السلام عليكم، اليوم سنقرأ أصحاب الجنة بإذن الله تعالى. من الأغضان التكسر وأوراق الأشجار المتساقطة ويلتفت حوله فرع يكون هناك حبدر متهدم فيصلح أوطان وتراب يسدمج الماء فينضف، ولهذا كان فستانه جميل جدا. وإذا نضجت الثمار جمعها هذا الطالب وسقاها أسقاها ثلاثة قسم يعطيه أهل وعاهل ويكل منها معها وقسام يعطيها الفقراء والمساكين وقسم يبيعها في السوق ويأخذها ثلاثة. لمن يكون البستان؟ يكون لابنه، أي ليس كذلك؟ وكذا صار البستان لابنه، ولكن ابنه لم يكن طيبا كما ثالث الشيطان. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان أعوذ بالله من أعوذ يوسوس لهم ويأخذهما من الفقراء ويزين لهم البخن. الجل يعني أن الإنسان لا يعطي أحد شيئا من عنده يخاف أن ما عنده فيضيق على أشياء حراصا شديدا ويعطي الفقراء شيئا ولا يعطي إخوانه ولا أصحابه ولا أصدقائه المسلمين بخيل. كل المسلم كريم يعطي الفقراء وثياب ناقدا بالله. لما ساوس الشيطان أعوذ بالله من هؤلاء الإخوة فقالوا لبعضهم نحن
نحتاج هذا الثمار بسبب كثرة عن عيلينا. ولما أثمر الأشجار ثمارا شيئا ومات بين الأعظم الأرز حبات العنب وأخذ الشيطان وغيرها وصارت الحديقة يمنع الثمار بألوان زاهية جميلة. كانت نايدي من يقف إليها البخلة بإعجاب وتسمت على وجوهها ابتسامة الطمأنينة. وأخرقها البرق لا ناقري ولكن لبستان تخرب وتهدم وأصحاب مدار فظيع فتكسرت الأشجار كلها وتلفت الثمار جندها يعني يتسير ويتكلمون. أروني كيف كانوا يهتمون بموسون. لماذا كان يهتمون حتى لا يسمع أحد من الفقراء؟ ولكن الله سبحانه وتعالى سمع كلامهم وهمسهم بعذو وهم يحسبون أنهم يستطيعون أن يجمعوا. لماذا حظل من الذين قضوا؟ لماذا؟ لأنهم لم يقولوا إن شاء الله ولا نهم لا يريدون يعطى الفقراء منهم شيئا ولم ينفوا. مثل هاي قصة مثل سنسيم على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين إن غدوا على أحدكم إن كنتم صارمين فانطلقوا متخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على أحد قادرين فلما رأوها قالوا إنا ليل ضالون بل نحن محرمون قال وصلهم عليهم أقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ضالين فأقبل بعضهم على بعض يتلامون. قال الثاني لا بل هو بستانا ولكن الله سبحانه وتعالى عاقبنا فتخرب وتكسرت الأشجار وحاوي منها من هذا
اختيار على أحد. لماذا حرصت على حيرون؟ قال أخذه ولو الحمد لله الذي رزقنا هذا لبستاننا وهذا الكثير. ما رأيكم في كلام حق؟ أليس كذلك؟ راد عليهم إخوان نبأتم وتأسف. سبحان الله، لقد أخطأنا واعتقدنا على حق الفقراء. قال أخوهم نتوب ونستغفر حتى يبدونا الله. ما رأيكم بهذه القصة؟ قصة جميلة، أليس كذلك؟ ماذا عرفنا من هذه القصة؟ عرفنا حلا البخل، يعني شما نكون بخيلين في الدنيا تضيع أنها يوم القيامة. الذين لا يملكون هذا القدم مثل أصحاب هذه القصة، لماذا يفعل حتى لا يكون به يعطي الفقراء من أي شيء مفيد بالله؟ وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني تجنبوا النار ولو بشق تمرة، يعني أنفقوا ولو بنص تمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.